هنعترف بيها واللي احنا مؤمنين بيها وهي ثورة يناير. 37 شهر والنظام لم يسقط بعد. 37 شهر والقصاص لم يتم. 37 شهر والمصابين مصابي الثورة لم يستردوا حقوقهم، رعاية وحقوق. 37 شهر والمعتقلات قائمة كما هي. 37 شهر وأهداف الثورة لم تتحقق. 37 شهر والثورة المضادة بكل جهد تعمل على الانقضاض على منتسبات الثورة. في آخر 37 شهر وما 6 أشهر اللي فاتوا هما أسوأ 6 أشهر مروا على 37 شهر بتاع ثورة يناير. الست أشهر اللي فيهم أكتر من 21,000 معتقل اعتقلهم النظام العدلي اللي مازال حي قائم كما هو، اللي النيابة بقراراتها المسيسة بالقرارات اللي بتيجي من أعلى بتديهم تجديدات ويعتقلوا في السجون، أن الطلاب بيكونوا في السجون، أن النساء والفتيات لمجرد أنهم بيقولوا رأيهم بيكونوا في السجون. 37 شهر و 21,000 معتقل مكانهم السجن. هل هذه الثورة؟ ها هم دول 18 يوم؟ هو ده النزول في عيد الشرطة ضد نظام العدلي، ضد القمع والقهر والاستبداد؟ الثورة لن تكتمل بعد، والأهداف لم تتحقق بعد. الثورة مستمرة عشان تكمل أهدافها. واللي متخيل إن بنحتفل بالثورة فهو خاطئ. والمتخيل إننا راجعين علشان نقول إن المعتقلين دول أيا كان هم مين، أيا كان تبع أي طيار، هنرضى يكون في إجراءات استثنائية نزلنا عشان نبقى ضدها عشان مكاسب سياسية أو مصالح سياسية أو أي أهداف، فغلطان. عدو عدوي ليس صديقي. وده الأساس والمبادئ اللي قامت عليها ثورة يناير اللي احنا مكملين على أساسها، وكل الموجات اللي من خلالها هي موجات ليس إلا نجحت أم لم تنجح. احنا في الذكرى الثالثة لاستكمالنا الأهداف ثورة يناير، زملائنا اللي في المعتقل اللي جوه الحزب زي زملائنا اللي نضلوا معانا خلال 37 شهر نحب نذكرهم ونحب نذكر أماكنهم، لأن احنا بنكمل اللي هم على أساسهم دخلوا وضحوا بيه ومكانهم في السجن دلوقتي. الزميل أحمد المرشدي زميلنا في اسكندرية اللي اعتقل وهو بيصور ودلوقتي بقى له أكتر من شهرين في المعتقل. زميلنا أحمد بديوي أمين اتحاد الحركة الطلابية لمصر القوية في الأزهر اللي اعتقل في سجن وادي النطرون. الزميل أحمد عبد اللطيف اللي اعتقل من مقر عمله أمن الدولة قائمة كما هي، اللي اعتقل من أمانة الغربية. الزميل وليد الشتاني عضو المجلس الحكمة اللي اعتقل من مقر عمله في بنها. الزميل محمد عبد اللطيف من بورسعيد، والزميل حسام الخولي، والزميل محمد ناصر، ثلاث طلاب مع طلاب 6 ابريل وطلاب الدستور اعتقلوا من على القهوه